للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسلنا هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بابرس. كريم، هل لك أن تطلعنا على المشهد لديك ومدى الإقبال من قبل القراء المصريين على كل ما يحوي معرض القاهرة الدولي للكتاب من كتب متنوعة؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما سأخذ من نهاية كلامك، بالفعل هو تنوع في جميع الكتب، تنوع في جميع المعارف المختلفة، حتى تنوع في الفئات التي تزور معرض الكتاب. ولكن ربما الأبرز هنا هو زيارة الأطفال، العائلات جاءوا واصطحبوا أطفالهم إلى معرض الكتاب، وهذه هي سمة خاصة بالنسخة 55. الكتب الخاصة بالأطفال متواجدة في معظم الأجنحة، أيضا هناك مسارح خاصة بالأطفال، هناك أنشطة خاصة بالأطفال. ولكن ربما الإقبال بشكل عام على النسخة 55 من معرض الكتاب، نتحدث عن أكثر من 3.5 مليون مواطن زاروا بالفعل معرض الكتاب خلال هذه المدة السابقة. نتحدث عن يومين فقط ويغلق معرض الكتاب أبوابه أمام الزائرين، ولكنه أيضا فتح أمام زواره أبوابا معرفية وخيالية كبيرة بشرائهم هذه الكتب الثرية بالمعرفة وأنواع مختلفة بالطبع من المجالات وأيضا من الندوات التثقيفية الخاصة التي كانت هنا في معرض الكتاب. نتحدث عن أيام مختلفة، ولكن اليوم كان هناك ندوات تتحدث عن الفن، ندوات تتحدث عن الرياضة، ندوات تتحدث عن الثقافة، ندوات تتحدث حتى عن الشخصيات الخاصة أو سمة الشخصيات الخاصة بمعرض الكتاب في نسخته 55. ولكن أيضا المميز هنا هو الإقبال الكبير منذ فتح الأبواب الخاصة بالمعرض من 10 صباحا وحتى 8 مساء، استمرار متواصل وتوافد متواصل من المواطنين على الأجنحة المختلفة. أيضا الندوات لا تقتصر فقط على الندوات التثقيفية، ولكن أيضا هناك ندوات لمناقشة الكتب المصدرة حديثا داخل معرض الكتاب، حيث يأتي المؤلف الخاص بهذا الكتاب ويناقش هذا الكتاب مع عشاق القراءة بشكل عام، ويتناقشون في دواخل هذه الكتاب، ويتناقشون في مخرجات هذا الكتاب. هذه جزء أيضا من فعاليات المعرض، ولكن أيضا جزء كبير وهام هي النشاطات الترفيهية التي تكون خارج أبواب المعرض على المسارح، إما كانت موسيقية أو حتى ترفيهية لألعاب الأطفال. أشكرك جزيل الشكر كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا كريم على هذه المتابعة.